السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أسوي معاكم مشبك من الحلويات اللذيذة والمعروفة. راح نحتاج 3 كوب سميد، نص كوب طحين، كوب مية دافية، 3 معالق كبار حليب، 3 معالق كبار نشا، 3 معالق كبار سكر مع معلقة كبيرة خميرة وعليهم كوب مية دافية. وعندي هنا 1/4 كوب زيت، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، أقل من 1/4 معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم، وربع معلقة صغيرة ملح. راح نبدأ نحط المواد الجافة كلها، سميد وطحين نشا الحليب كربونات الصوديوم، شايفين قد ايه صغيرة؟ أقل من 1/4 معلقة صغيرة. وعندي هنا بيكربونات بيكنج باودر وملح. راح نحرك المواد الجافة كلها سوا. بعد ما خلطنا المواد الجافة، شايفين كيف الخميرة مع السكر تخمرت الخميرة، ضفناها كمان 1/4 كوب زيت، كوب مية دافي، ورح نعجنهم. هذا عندي القوام، راح اتركها تتخمر من نص ساعة لساعة حسب الجو. عندي الجو حار ممكن تاخد اقل من ساعة. تخمرت عندي خلاص العجينة، شايفين كيف نفشت؟ راح اعطيها في قمة التزيين. أبدأ نقلب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتلفوا حوالين بعض، بس يبدأ يتحمر راح نقلب الحبات، نحمرهم من الجهة الثانية. غيرت القمع لأن هذا القمع صراحة أحلى. بعد القلي بنشيلها بنحطها بمصفاية، تصفي شوية زيت، بعدين بنحطها بالشيرة، والشيرة لازم تكون تقيلة علشان ضلها مقرمشة. حسيت العجينة شوية جمدت وصارت بصعوبة تنزل من القمع، رشيت بإيدي رشة مية وراح أرجع أعجنها لأن السميد بينفش فبيزمت. اغسل معاصينا يا باغي الخير، هذا شهر مكرمة، مجتهدا تقوده لجنان، افتح به خيرا يمحو الشياطين.